وهلا مايا دياب وانترفيو يا ريت. بتقولي يا ريت ما تزوجت؟ أبداً. شوفي شو طلع من هالزواج. أكيد لا. أبداً. بتقولي يا ريت بلشت الغنى لوحدي من الأول؟ أكيد. بتقولي يا ريت قبلت أحد العروض اللي إجتني من سنين؟ عروض شو؟ أي عرض، تمثيل، غنى؟ لا. بتقولي يا ريت كملت بمشروع التعاون مع زياد الرحباني؟ أنا كنت مكملة، هو وقف. إيه. زياد يعني عنده ظروفه، هلا يمكن يرجع يكمل. ايه ما بنعرف. بتقولي يا ريت ما وقف؟ يا ريت ما وقف، لا، لانه هو وقف على مشكله وانا كنت بفضل انه ما تكون موجوده هالمشكله. أوكي. انا بالنسبه لي هي مشكله منا موجوده، هن شايفينها قصه كبيره. ان شاء الله سنة الجاية تقولي لنا تجدد، ما في شيء بالحياة الا الحياة كلها متغيرة. مزبوط. بتقولي يا ريت انا رجل؟ ابدا. اف دخيلي مع كل هالانوثه. ايوه دخيلي. وين بدنا نجخها الجخ الحلو؟ زهقنا انت، احنا ما بنقبل. هدول باسم. هدول باسم. منيح على قلبنا. ايه ما بقول لك. منيح على قلبنا. هذا سؤال ما بينسال. بتقولي يا ريت خلقت بغير بلد؟ لا ابدا. بتقولي يا ريت بيقدر الانسان يعيش للابد؟ بشكل معين ايه. انتبهي. طب بكل العالم السعي الاول له اول شيء انه يشفوا الامراض المزمنه ووصلوا اليوم ليكون في دواء للسرطان، غير هيك عم بيكون في سعي اكبر انه نضلنا شباب كانه نوقف عمرنا بمحل معين، نستمر بالسنين انما مش بالشكل، مش بالاورجنز تبعولنا وهيك. 100%. بتقولي يا ريت في اعمل ريستارت؟ يعني ريستارت من ال 20؟ لا لا لا. بتقولي يا ريت شو؟ أو على شو بتقولي يا ريت؟ يا ريت ما فل هالقد بسرعة لأنه مبسوطة كثير معكم اليوم. طب خلي ونحن شو أحلى من لايف بيرفورمنس لإلك؟ نختم فيها الموسم. ودعكم وقلكم انه انبسطت كثير اني كنت ضيفه اخر حلقه من حديث البلد بالسيزن. انبسطت بكل الجمهور. ثانك يو سو ماتش. يعني دائما ما في منك بجمالك بثقافتك بحضورك بكل شيء بتعمليه. اما بالنسبه لميشيل وميشيل فرح ام غني. بلا حرق. بلا ما اقول شيء. بلا حرق.